شارك في حرب أكتوبر وعمره يتجاوز 50 عاماً. أسس بقرار من رئيس الجمهورية المصرية بعدما كان كتائب تتحرك بإمرة الرئيس، مهمته حماية النظام الجمهوري. كان شاهداً على أحداث تاريخية، ومع ذلك بقي حجر الأساس بحماية الدولة، الحرس الجمهوري المصري. مع سقوط الحكم الملكي في مصر عام 1953 وتحوله للنظام الجمهوري، شهدت البلاد وصول أول رئيس لها وهو محمد نجيب، وكان لابد من وجود قوات تحمي الرئيس والقصور الرئاسية، ليتم عام 1955 وضع فرقة من الوحدات الخاصة المصرية لذلك الأمر وتأسيس الحرس الجمهوري المصري، وذلك على يد الفريق محمد الليث نصيف، وكان هو أول قائد له. ووفق الدستور فإن قائد الحرس لا يتلقى تعليماته من القوات المسلحة بل من رئيس الجمهورية فقط، وحدد حينها أن يكون القائد برتبة لواء أو فريق. لعب الحرس الجمهوري دورا محوريا طوال السنوات تلك، فمع وصول أنور السادات لرئاسة البلاد كان له فضل كبير في القضاء على خصومه فيما عرف حينها بثورة التصحيح عام 1971، كما شارك في حرب أكتوبر عام 73، وذلك بأمر من الرئيس لقائد الحرس الجمهوري. ورغم الأوامر المباشرة من الرئيس، لكن تلك العملية بقيت دون قرار رسمي حتى وضع القرار رقم 73 من عام 1989، والذي ينص على أن الحرس الجمهوري يتبع للقوات المسلحة المصرية، لكنه يتلقى أوامره بشكل مباشر من رئيس الجمهورية فقط. مهام الحرس الجمهوري: يغطي الحرس تحركات رئيس الجمهورية بالكامل، وذلك عبر عدة فرق لكل منها مهام محددة. أولها مجموعة من جنود الأمن المركزي، والذين يتبعون لوزارة الداخلية المصرية، ومهمتهم تأمين الطرقات التي يمر بها موكب الرئيس، بالإضافة لتأمين محيط الأماكن التي يتواجد بها. تليها فرقة من مشاة الحرس الجمهوري، وهم من يؤمنون مكان تواجده دائما، ومعهم مركبات الحرس، والتي عادة ما تكون 4 سيارات جيب محملة كل واحدة منها ب16 جنديا من الصاعقة، والذين يتم انتقاؤهم من جنود الصاعقة وإلحاقهم بالحرس مباشرة. كما يسبق ذلك الموكب 8 دراجات نارية تتبع لوحدة خاصة بالشرطة العسكرية ومدربة على القتال التلاحمي عبر الدراجات، ومعهم 2 سيارات جيب تضم كل واحدة منها 5 جنود من الوحدة 777 التابعة لمكافحة الإرهاب، بالإضافة ل4 سيارات تحيط بسيارة الرئيس وتضم ضباطا من الحرس الخاص، ويرافق الرئيس في سيارته الحارس الشخصي فقط. ورغم أن بعض الفرق المذكورة لا تتبع للحرس الجمهوري، لكنها توضع تحت إمرته في تلك الحالات، وتتحول إلى فرق تعمل معه لتأمين موكب الرئيس. كما يقع على عاتق الحرس تأمين القصور الرئاسية بالكامل، وحماية النظام الجمهوري للبلاد بأكمله، بما في ذلك مؤسسة الدولة ومراكز القيادة، ومعها المطارات الرئاسية. كما يتمتع الحرس بصلاحيات واسعة جدا تصل إلى حماية مؤسسات مركزية مثل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة في الحالات الطارئة. كما يجدر الإشارة إلى أن الحراس الشخصيين للرئيس ليس بالضرورة أن يكونوا من الحرس الجمهوري، وغالبا ما يتم اختيارهم من أحد أفرع القوات المسلحة، وذلك اعتمادا على الخبرة والكفاءة ككل. لعب الحرس الجمهوري عام 2013 دورا بارزا في الحفاظ على مؤسسات الدولة، وذلك بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي،
حيث شهدت البلاد اضطراباً واسعاً، وتمكن الحرس من الحفاظ على المؤسسات بكل قوة رغم اتهامه باعتقال الرئيس السابق، وهو الأمر الذي تم نفيه وأكد أنه تم من قبل جهات عليا. اليوم يضم الحرس الجمهوري أكثر من 24,000 فرد، يتبعون كلهم لرئيس الجمهورية مباشرة، ويعملون على حماية النظام الجمهوري بالكامل ليكون لهم الدور الأبرز والأقوى في الحفاظ على الدولة ومؤسساتها.